بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، منذ لحظات أعلنت لجنة الميدان مشكورة على انطلاق شوطنا 21 بحفظ الله ورعايته الذي خصص للدفعة الثالثة للإبكار المحليات الأصايل، ونتمنى دائما توفيق والناموس للأخوة المشاركين. الذابح من سعيد بن علي بن حلو اكتبي مسيطر على المركز الأول، النقل على براقة مانع بن محمد بن غيب العليلي، وثالث المراكز هناك حلوة سعيد بن سالم محمد بنواس، وفي المركز الرابع ما شاء الله من تأتي حشيمة سعيد بن محمد غافان بالعرطي الحميري، وفي المركز الخامس ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل شعار مريع مع بينونة يمعة بن محمد خلفان المزروعي، وفي المركز الخامس هناك دمعة أيضا شعار سلالة الذي امتعتنا حقيقة في انطلاقات سن الحقاقة يوم غد يوم الأمس ما شاء الله تبارك الرحمن لعلي بن يمع بن سبت السويدي. يا سلام سادس المراكز، النقلة على المركز السابع شعار بن رفيع، من يأتي في سابع مراكز أحمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي بشاير. ها هي النتيجة مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز العشر المتواجدة هنا في هذا الانطلاق الجميل وهذا الانطلاق المميز. يا سلام يا الذابة، مسيطرة على المركز الأول، صامدة على مقدمة الشوط أحمد بن سعيد بن حلوة، بينما المركز الثاني حلوة سعيد بن سالم بن محمد بن واس، النقلة على بينونة يمعة بن محمد بن خلفان المزروعي، وثالث المراكز النقلة على المركز الرابع هناك حشيم سعيد بن محمد بن غفان بالعرطي الحميري، وفي المركز الخامس هنا براقة بنقول مانع بن محمد بن قضيب، وسادس المراكز من تأتي في هذه اللحظات دمعة علي بن يمعة بن سبت السويدي. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالهو التمام، هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوفا والتمام. الله 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 يا 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 يا, يا من يا المزروعي وبن حلوة، وهناك أيضا الحميري أيضا حاضر هنا مع شعاره وبناء بن قضيب. مع السلام، هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة، المراكز ذعناها عليكم في ندائنا الثاني للخمس المراكز الأولى وفاء وتماما إن شاء الله. نتمنى دائما التوفيق، نتمنى الناموس يا الأخوة المشاركين. أعود والعود أحمد إلى بينونة، بينونة هناك مريع، وهنا تأتينا بينونة يمعى بن محمد بن خلفان المزروعي، أظن سويحان السلامات، أظن على ما أظن إذا ما خان بالتعبير ولكني ما بسبق الأحداث. النقلة على المركز الثاني حشيمة سعيد بن محمد غافان بالعرطي الحميري، بينما المركز الثالث براقة مانع بن محمد بن قضيب، المركز الرابع علي الذابة أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة، وفي المركز الخامس شعار أحمد بن عبد الله بن رفيعة مع بشاير. هكذا كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم وفاء تماما. يا سلام يا بينونة، يا سلام يا بينونة، تحياتي لهذا الشعار ولمالك هذا الشعار حتى هذه اللحظات على هذا الإبداع وعلى هذه المواقف. الله الله
الله الله الله الله الله يا المزروعي، الله يا المزروعي، الله يا راعي مريح، الله يا راعي المفاجآت الصايلة والجايلة على يبغي التيم. حركة من الحين يبغى التيم، يبغى التيم والتيم والتيم. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى إن شاء الله الناموس لك يا يمعة يا ابن محمد يا ابن خلفان يا المزروعي. الله سلام للمرة الثانية، بقول سلام للمرة الثانية، سلام عليكم، سلام للمرة الثانية على التوالي هنا في هذا الأداء وهذا الإبداع يا المزروعي. يمعة بن محمد بن خلفان المزروعي، يسعد صباحكم كافة 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 هنا مع النقطة الثانية. تهانينا والناموس إلى لحظات وصولها إلى خط النهاية، وسلام سلام 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 عليكم كافة. المركز الأول لحظات وصولها بالرقم، المركز الثاني مانا محمد بن قضيب، المركز الثالث والرابع ما نبغي هناك ايضا ما بين الحميري وما بين ايضا بن حلوة عند اللجنة المنظمة، وخامس المراكز من تأتينا اللي هي شعار بالرفيع. هكذا كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم 6 دقائق توقيت الثمانية، 8 ثواني تهانينا والناموس.